أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، وأسفرت عن 71 شهيدا و106 مصابين. وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,970 شهيدة و76,770 مصابة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات، وأن الطواقم الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.